الماشين ليرنينج ده بيبقى متقسم لثلاثة توبكس أساسيين، أو يعني هما ثلاثة متفرع منهم كذا حاجة. أنا هوريك صورة دلوقتي. لا مش دي، هي ده الماشين ليرنينج. تمام، والماشين ليرنينج طالع منه الانسوبرفايزد ليرنينج والسوبرفايزد ليرنينج والرينفورسمنت سيرش. تمام، ده كل انواع الماشين ليرنينج عموما. اللي احنا خدناه اللي هو الانسوبرفايزد ليرنينج. تمام، ده اللي احنا اللي علينا، ما عليناش او هو المفروض علينا الباقيين، بس هو ما شرحش فيهم او ما يعني ما دخلناش فيهم عموما يعني. فيعني ايه unsupervised learning؟ ال unsupervised learning ده معناه ان انا بدي ال هو ثانية واحدة اتاكد، هو اللي علينا supervised ولا unsupervised؟ اللي علينا هو supervised يا شباب، عشان انا برضه بقول في حاجة غلط. اللي علينا هو ال supervised العادي. ال supervised ده انا بدي للماشين داتا، تمام بدي تمام للماشين داتا كتير اللي هو النوع ده. تمام، وهناخد ال classification، يعني هناخد ال classification منه. في السوبرفايزد ليرنينج انا بدي للداتا، للماشين داتا، وهي بناء عليها بتبدا تديني، بناء على الداتا دي بتبدا تديني اكشنز او بتبدا تديني نتائج. لكن ان سوبرفايزد ليرنينج تقريبا هو بيجمع الداتا لوحدي، الماشين بتجمع الداتا لوحدي تقريبا يعني، مش متاكد. في سوبرفايزد ليرنينج هناخد حاجتين يعني او ثلاثه كده. تمام، اسمهم الـ nearest neighborhood. هناخد الـ classification، والـ classification ده منه algorithms، منها ايه؟ ان في الـ classification algorithm بيبقى اسمه nearest neighborhood والـ k nearest neighborhood، وحاجات هنشوفها يعني في المحاضرة أو في الـ PowerPoint. هو هنا بيبقى فيه برضو شوية تعريفات نظري كده. هنا بيقول لك مثلا إن supervised learning ده بيبقى عندك given data تتحط في input او اوتبوت بير، وتتعمل لها بتتحط جوه ليرن فانكشن، وتبدا تاخد عليها، تبدا بناء على الانبوت دي تديني اوتبوت. تمام، بعد كده هناخد من الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن. طب ايه هو الكلاسيفيكيشن؟ ده نوع من انواع السوبرفايزد من ليرنينج. بتبدا الماشين او يبدا الالجوريزم يسورت الداتا دي لكاتيجوريز. تمام، هو ده معناه ان هو ده اسمه كلاسيفيكيشن. فمثلا هو بيقول لك هنا ان هو يا اما الداتا بتاعتي يا اما ريني مثلا او ايه نو تريننج. بيبدا يديك مثلا، يقول لك ياخد هو بقى مجموعه داتا كتيره جدا على مدار سنه 2 3 10 سنين. تمام، عشان يبدا يديك فاليوز زي اللي هو هيديها لك. مثلا هو مثلا بيقول لك ان في 1 جانيوري ان الهيوميديتي كانت 93% والبريشر كان مثلا 1000، فبيقول لك الكونديشن بتاعها كان رين ساعتها، وهكذا. يبدا يديك بقى مجموعه من الداتا كده او مجموعه من البوينتس كتير، مديك الفاليو بتاعتها. هيجي السؤال ازاي في الحته دي؟ هيجي كده بالظبط، ثانيه واحده. هيجي مثلا يقول لي عندك يعني هو مش هيجي كده مدولي في جدول. تمام، هو مش هيدولي في جدول، هو هيديني يقول لي بوينت واحد، بوينت واحد بتساوي 39% و1000. تمام، وبيقول لك الكونديشن بتاعها يا اما ترو يا اما فولس. فمثلا هي رين معناها ترو. تمام، ويبدا يديك بقى بوينت 2 وبوينت 3 وبوينت، وهيفضل يديك عدد كبير من البوينتس. تمام، بس هو بوينتس هو عارف الفاليو بتاعتها كام، وانت تبدا بقى بناء على البوينت دي تبدا تعمل هيديك بقى بوينت في الاخر، وانت عايزك تعرف الكونديشن بتاع البوينت دي هيبقى رين ولا نو رين بناء على الفاليوز اللي انت حطيتها. هيقول لك مثلا باستخدام الجوريزم معين بعد ما تبلوت الداتا دي، فهتشوف يعني لسه هتيجي قدام، شوف ده هيرين ولا هينوت رين. فهو هيديني مثلا زي كده بالظبط، هيديني مجموعه من النقط كده، ويقول لي في الاخر شوف ان هيفضل يديني مجموعه 93% مثلا و1000، 49 و1015، مش عارف 79 و1031، ويقعد مديني الكونديشن بتاعها نورين نورين او رين وهكذا. انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل بلوت للداتا دي. تمام، احطها على اكس واي جراف يعني. تمام، واحطها كده. هيجي هو
هيجي هو مثلا وانا كده بعد ما عملت البلوتينج للداتا دي كلها، وانا عامل الريكورد ولا لا عادي. هيجي بعد ما احط بلوت للداتا هيجي يقول لي مثلا عندك النقطه اللي هنا دي، تمام، شوف هل دي هترين ولا مش هترين. عمل هيدي النقطه كده، بيديني احداثياتها في الاكس واحداثياتها في الواي، تمام، فهي النقطه دي. ويقول لي دي شوف هتعمل بلوتينج ولا لا. هيديني بقى مجموعه من النقط، وهيجي يقول لي مثلا باستخدام الالجوريزمات اللي هاجي اشرحها دلوقتي اعرف لي النقطه دي هتمطر ولا لا، او هتبقى بتمطر ولا لا. هيديني مثلا نقطه هنا كمان، ونقطه هنا مثلا، ونقطه هنا. عندي نوعين اساسيين من الالجوريزمات، عندي النيرست نايبر هود والكي نيرست نايبر هود. النيرست نايبر هود بيعمل ايه؟ بيبص على اقرب نقطه ليه كانت بتمطر ولا لا، تمام. هنقول مثلا ان انا عندي النقطه اللي انا هرسمها دلوقتي، النقطه دي هنا، تمام، فايه اقرب نقطه ليها؟ هو يعني الالجوريزم بيبص على النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، ويبص على كل النقط ويشوف اقرب نقطه كانت ليه من حيث المسافه، البعد المسافه من بينها، تمام، ويبدأ يقول لك ان دي مثلا بناء على كده ده هترين ولا لا، تمام، واضحه. ده الايه؟ ده النيرست، تمام. ده النيرست. لكن عندي الكي نيرست نايبر هود. الكي نيرست نايبر هود ده بقى بيعمل ايه؟ بيبدأ يعني انا مثلا عندي نقطه زي دي، النقطه اللي هي دي، النقطه دي انا عايز اعرف هي بتمطر ولا لا. فلو انا بصيت كده هيبص كده هيلاقي ان هي بترين، مع ان هي اصلا لو بصينا هنلاقي ان النقط اللي حواليها اغلبيتها ايه؟ مش بترين، بس دي اقرب واحده ليها وهترين. فهو ادى بناء على النقطه اللي هي النقطه المستيك دي، هي مش مستيك، هي النقطه دي يعني البروبابيليتي بتاع، يعني هي برضو بتعتمد ان هو مثلا قسم كده وقال لك ان النقطه الناحيه دي هتبقى رين او مش هترين. فايه؟ ثانية واحدة امسح بس كل النقط، عنده نقطة هنا وعايز يعرف هترين ولا لا. لو هو بص بالنيرست نايبر هود العادي هيلاقي ان اقرب نقطة ليها كده في المسافة، تمام، هيلاقيها بترين، بس دي نقطة مثلا يعني شاذة، اتعمل لها ايه؟ يوم كان عادي الجو فيه مثلا برد وفيه هواء، بس ايه، ما مطرتش، او مثلا كان يوم حر والدنيا مشمسة على الآخر وحصل مطرة مثلا، تمام، عادي يعني موضوع الجو عادي يعني غيبيات، تمام. فهي مطرت اليوم ده، فهو خد ريكورد ان هي مطرت فسجلها في الناحية بتاعت، يعني كانت ساعتها البريشر، يعني سجلها في الفاليو بتاعها والهيوميديتي بتاعتها، تمام، وقال ان هي مطرت، مع ان أغلبية الناس البوينتس اللي حواليها بتقول ان هي مش هتمطر، يعني الاغلبيه بتقول انها مش هتمطر. فالكي نيرست نايبر هود يعتبر التحسين بتاع النيرست نايبر هود، بيبص على ايه؟ على اكتر النقط اللي حواليها، يعني مش بيبص على اكتر، بيبص على المسافات، تمام. فمثلا هو بيفضل ياخد كل المسافات بتاعت الاحمر دي، تمام، يقعد يعد كده ويلاقي مثلا المسافات دي كلها على بعض السميشن بتاعها مثلا طلع 2000، تمام، ويقعد يعد يبص هنا على المسافات الزرقاء، تمام، يلاقي ايه؟ يلاقي مثلا السميشن بتاع الازرق طلع مثلا 3000. فهو عارف كده ان هو وسط ايه؟ وسط اللي هي الاغلبيه اللي مش هتمطر، فهيختار ان هو ايه؟ هيطلع الكونديشن بتاعه ان هو مش هيمطر. يجي بقى السؤال زي ايه في الامتحان، يديك النقطه زي اللي انا قلتها لك دي، ومره يقول لك بالكي نيرست، ومره يقول لك بالنيرست العادي، ويقول لك شوف لي الكونديشن ده هيمطر ولا مش هيمطر. برضو اعتقد يعني ما اعرفش السؤال هيجي ازاي برضو. هو مالوش امتحانات قبل كده؟ لا، ده شرح النيرست يعني التعريف بتاعه، برضه ممكن يجي التعريف بتاعه تشوز مثلا او حاجه زي كده، فانت المفروض تبقى عارف التعريف او فاهم التعريف، فاهم، مش لازم تبقى حافظه يعني. هو قال مش هي يعني، هو قال هيبقى في 10 تشوز تقريبا، وسؤال سيرش زي الحاجات اللي انا شرحتها. هو قال حاجه يعني، هو قال حاجات زي اللي انا شرحتها هتيجي، بس معرفش هيجيبها ازاي، ولما ينزل النموذج هيبان كله. ومثلا حاجه زي اللي انا شرحتها دلوقتي الماشين ليرنينج،
فاهم كل ده ايه؟ كل ده ايه؟ البداية، ودي الاستعداد. دلوقتي بقى ممكن يعني انا خلاص كده خلصت النيرست والكينيرست، تمام. في نوع بقى، انواع تانية خالص من السيرش ما بتعتمدش ان هو يعمل ايه يعني، بيبص على اللي حواليه، لا ده هو بيعمل ايه؟ بيعمل لاين كده ويقول لك اي حاجة فوق اللاين دي مش هتمطر، اي حاجة تحت اللاين دي هتمطر، تمام. ده النوع ده من السيرش اسمه بيرسبترون ليرنينج رول، تمام. او بيبدأ يجنريت البيرسبترون ليرنينج رول ده، بيبدأ يجنريت المعادلة بتاعت اللاين ده اللي هتفصل ما بين النوعين، او هو هتعمل كلاسيفيكيشن ما بين النوعين. المعادلة هتبقى ازاي؟ هو معادلة الخط المستقيم انا عارفها، تمام. بيبدأ هو يدخل الداتا بتاعت كل نقطة في معادلة الخط، تمام. يعني هي النقطة دي مثلا يبدأ يجنريت، يقول لك مثلا اللاين اول نقطة دخل عليها كان مثلا عمل جنريت للاين في الحتة دي، ثانية واحدة، عمل جنريت للاين في الحتة دي، بعد كده بناء على النقطتين مع بعض راح عمل جنريت للاين في الحتة دي، تمام. بعد كده 3 نقط عمل كده، وهكذا يفضل ياخد النقط دي كلها لحد ما يعمل مسافة ما بين ايه، ما بين يعني يعمل كلاسيفيكيشن ما بين النوعين من النوعين بتوعي، يعني ان هي رين او نورين. بس المشكلة اللي بتحصل عندي ان انا ما بيبقاش عندي كل حاجة كده، الداتا ما بتبقاش ايديال، بيجي برضو زي ما انا شفنا في المثال اللي فات، يبقى عندي هنا مثلا نقطة سارقة في الكلاسيفيكيشن بتاعي عليها، وزي ما بيقول لك انا بيبقى عندي زي ايرورز، تمام. ادي ده هنا ايرور وايرور وايرور وايرور، الايرورز دي كلها على بعض اسمها، حط في حاجه اسمها اللوس فانكشن. طب اللوس فانكشن دي بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع الاخطاء اللي حاصله. يعني مثلا انا عندي هنا 2 حمض واتنين زرق، والاتنين والاربعه دول كلهم على بعض مش في مكانهم، تمام. يعني الاحمر ده المفروض يبقى هنا، او الخط ما عملش، ما يعني ما عارفش يعمل الكود بتاعي اللي انا عملته، ما عرفش يعمل خط احسن من الخط ده، وعمل 2 4 ميستيك، تمام. بيبدا يتلاشى حاجه زي كده ازاي؟ بيبدا يتلاشى حاجه زي كده بان هو يبدا يجنريت اكواد تانية، او مش بيبدا يجنريت اكواد تانية، بيبدا يكيف نفسه، هرجع للحاجات دي تاني، يبدا يكيف نفسه بحيث ان هو يحاول ما يبقاش فيه ولا غلطه بحاجه اسمها اوفر فيتنج. فين هي؟ بس هي اوفر فيتنج، تمام. يعني ادي هنا نقطه زي دي كده، تمام. هو مش عايز يعمل ولا يبقى عنده اللوس فانكشن ايكوال زيرو، يعني معناها ان اللي هو البريدكتد ايكوال الاكشوال بتاعه، يعني اي نقطه هيحطها المفروض تطلع ايه؟ فاليو 100% صح. بس الغلط، المشكله بتاعت النوع ده دلوقتي، يعني انا دلوقتي عملت الاوفر فيتنج ده على الداتا اللي عندي، هو دلوقتي على الداتا اللي عندي ده هو تمام جدا ومظبوط 100%، بس على الداتا المستقبليه هيبقى مظبوط 100%. طب ولنفرض انا عملت دلوقتي، هو عمل الخط ده او عمل الشكل ده يعني للداتا دي، لو انا جيت عندي بقى بعد كده عملت جالي ريكورد واتحط هنا مثلا، اتحط في النقطه دي، طب ما كده هيتحسب ان هو ايه؟ هيتحسب ان هو في الجزء بتاع الايه؟ النورين، لان ده في الكلاسيفيكيشن بتاع النورين، صح ولا غلط؟ فاهمينها دي ولا مش فاهمينها؟ ايوه فاهم، تمام. فده الاوفر فيتنج. ممكن بعد كده برضو الداتا اللي انا خدتها دي ما تبقاش، ما اعرفش اعمل لها كلاسيفيكيشن باستخدام خط مستقيم، فبيعملوا حاجه تانيه اسمها الماكسيمم مارجن سيباريتور. الماكسيمم مارجن سيباريتور ده بيبدا يجنريت دايره، او بيبدا يجنريت ايا كان الشكل اللي بيجنريت عليه، تمام، بحيث ان هو يقدر يفصل ما بين النقط، تمام. ادي النقط اللي قدامي دي، هفصل ازاي ما بينها؟ مش هي ما فيش خط مستقيم هيجي كده يفصل ما بينهم، يعني مش ما فيش خط كده يفصل ما بين النوعين، فبيبدا يجنريت دايره، تمام. قاعد يعمل دايره، هو بقى بيبدا بناء على النقط برضو اللي معايا دي بيبدا يجنريت الدايره دي شكلها ايه، وهكذا. في هنا برضو الريجريشن، برضو ده نوع من انواع السوبرفايزد ليرنينج. بس الفرق ما بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن ان الريجريشن بيعمل على يعني كونتينيوس داتا، تمام. يعني هو عايز يعمل خط كده على كونتينيوس داتا. بص، هو هنا في العادي، في الكلاسيفيكيشن العادي كان بيبدا يفصل ما بينه، يعني يعتبر ان اللي فوق ده مثلا
احمر واللي تحت اللي تحت ده ازرق اللي هو رين او نورين، ده في الكلاسيفيكيشن العادي تمام. لكن هو بقى في البتاع ده في الريجريشن عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل داتا كده، عايز يعمل خط كده لذيذ تمام. يعني هيجي هنا فين، عايز يعمل خط كده بيوصل ما بينهم كلهم بحيث ان هو يفصل ما بين ايه، يعني هو خط متصل كده على طول، مش خط متصل ما بين النقط تمام. ده كده ده الريجريشن. واللوس فانكشن انا شرحتها، واللوس فانكشن بتبقى حاجه من اتنين، يا اما بيحسب العدد الاكشوال ناقص البريدكتد، يعني اللي هو عدد الاخطاء يعني عموما اللي هو الايرور او بيسموها الريزيديوالز تمام. يعني ال دي بتساوي الريزيديوال، يعني لو جه قال لك في الامتحان طلع لي الايرور او الريزيديوال او اللوس فانكشن، كل ده واحد بيتحسب حاجه من الاثنين، يا اما يحسب عدد النقط اللي موجوده مش في مكانها، يا اما يحسب عدد النقط دي متربعه، هي حاجه كده في الاحصاء يعني. ده هو ده الشرح بتاع الاوفر فيتنج، ده الشرح بتاع اللوس فانكشن، يعني كل الاصفار دي معناها ان هو ده في مكانه الصح، لكن في هنا 1 2 3 4 مش في مكانه بس كده يعني. مفيش ده كده الماشين ليرنينج، مفيش حاجة تاني، الباقي ما اتشرحش تمام. كل ده ما اتشرحش يعني، مفيش غير النيورال اللي هو يعني احنا كل اللي علينا السوبرفايزد ليرنينج، ما عندناش الباقي. اتمنى ما اكونش في حاجة نسيتها. في حاجة نسيتها فوق صح، لحظة. بناء على المعادلة بقى بتاع، يعني نرجع للحتة بتاعة الخط المستقيم تمام، اللي هو الخط أو الخط ده اللي هو بيفصل ما بينهم تمام. هو بيبدأ يجنريت الخط ده ازاي؟ بيعرف ان مثلا الخط ده أنسب ولا الخط ده أنسب، يعني ممكن يعمل خط كده ولا خط كده ولا خط، ايه اللي بيخليه يعمل الخط بالشكل ده تمام. ده بيبدأ يحدده بناء على تقريبا يعني انا عندي هنا فاكتور اسمه يعني معامل تصحيح او سبب التصحيح، هو اللي بيبدا يخليني ابدا احدد الخط ده مايل ازاي تقريبا، يعني تقريبا مش متاكد من المعلومه دي قوي يعني. بس كده تمام، ولا في حاجه مش واضحه؟ تمام طيب ماشي، استنى بقى.